هلا يا ابو نهار. طربيات والجو محترق اليوم، ما اعرف راح دلان بطريق والله العظيم، يعني صار ايش قد ادور عليه سبحان الله، بس هي تتجه رزقته. شو لا وقت ترجع؟ عود حرقنا الدنيا عليك، حتى على الواتساب دزينا لك، وين انت وين؟ رايد ما ارجع، لا تنشل عيني والله ما ارجع. لا لا تعال تعال، وين ما ترجع وين؟ نغني لك مو انا هسه دليت الطريق بعد هنا والله ما عاش لي زعلك، ما عاش ابو شاهين. حبيبي تبحتني سوالف شهر كامل بسمع رايد كله طربيات. غير رائد اليوم جاب له طريق جديد، قال تعال سوي هاي الكارتوريك، انت ليش حاير تدور كاريوكي كاريوكي كاريوكي. قال ليش حاير تدور بالهذا الطاني، هو الرجال فنان، قال يا عمي ترى الكاريوكي. انا بوقتها سالت عمار قلت له منين تطلع، شو ما جاوبني بوقت. اي مبدع عمار تحياتنا. لا لا عمار هو مختص بلون معين، احنا بس هيك نسوي امسيات يعني، سعد الحلي، ياس خضر. بابا ابو نهار صعد الموضوع صدق، يقول هو عنده لون واحنا لون. كل من لونه ابو نهار. عمار عنده لون واحنا عندنا لون، هو هاي هي سفره ممدوده. اقول لك ناصر سفره ممدوده مو صحيح، والسبع اللي يترس العلاقه نبق. سواها منافسه يا ابي. حبيبي ناصر افتهمنا منه وين رايح، افتهمنا منه وين رايح. رائد اشعار اقول لك انفتحت نفسه على الاشعار اليوم، مو مثل ما اعرف، قلت انا سالته قلت ليش لعد من ناصر هنا ما يعني، قال والله صاير له هاي يعني والله هذا صاحبي وكح، هذا ناصر دوبير ما تعرفه، وكح واختلاف اقسم بالله. حجان الطريق وندليته بعد اللي يريد جلسه طرب هلا بي. لا مو تعفني وحدي بعد انا اقديه كل عذبني ونيل. ابو شاهين اذا جتك حفله سوى انا شعر والتغنى. شباب جماعه المتعهدين انا جاهز للحفلات. تعال عمي ناصر ارجع، هاي الامسيات هنا راح تصير بعد ندلين الطريق. اقول لك الله يوفقك ابو شاهين. انا من كان المحتوى ما تتشذ بالقهرة، تدري يا هالطيح حظ ذول اللي يكتبون والله صدق. هسه يكتبون استمر استمر، يعني هم شجعني العالم غير العالم شجعني. كلها استمر 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 استمر، الف رحمة على والديكم، راح استمر شباب انا والله راح استمر على شلون. والله الله يجيهم، هذول يدعمون المواهب. موهبة أنا موهبة مدفونة، طلعت نفسي من القبر على السريع، شو أسوي؟ خليك. واحد كاتب من 20,000 شخص يحبوني، شباب اللي يحبني دوس رقم واحد. واحد يلا كل واحد، حتى اللي عندي واحد شباب. لا وكلها هسه الشباب كلها قاعده يقول على التلفزيون، هسه خابرني عباس عظميه يقول والله على التلفزيون جلس مع سعدي لايف طبيعي صدى وكلمات ولحن. لا مو بس انت تجيب لهم مطربين ميتين ما موجودين يعني. ماك انا تحييهم. اي انا مالي شغله بالمطرب العدل، بس على الميت ياس خضر سعد. انا لون الموتى عمار لون الحياه. اشتكي علي يقول اخذ غالي. ابو شاهين يسمعك رائد. احكي رائد. ابو نهار يا اخي سؤال، متى نحضر حفلة يا اخي؟ منو حفلة منو؟ ابو شاهين؟ ايه راح يسويها بالمقبرة، يقول انا اغني بس الاموات. تدري شنو، مو احنا معزومين على الامسية، العالم كله حايرة، قالوا رائد وناصر يقرون شعر، عمار يغني، ابو شاهين شو يسوي؟ شو يسوي؟ الدلور ريفي كرويتات اطل. اي والله العدان هم فنان كرويتات ود عليها هسه. عقال عصفوريه راد لك اطق لك الجماغ والعبايه. اي عصفوريه الفه وجهي.
والله حلو. اي والله كل عاد ابن ايه انت وربعك واللي يجي وياك الكل اهلا وسهلا بيكم. تعالوا عم ترى راح اسوي حفله شباب والله العظيم انا جاهز بعد. يعني هي سبحان الله سفره ممدوده على شنو واحد مستحي ياكل؟ يعني انا ما اريد ادخل بمنطلق من واحد يروح خطار على قرابتهم ويصيح والله متغدي، لا هو المتغدي من قرابتهم لا هو المتغدي بالبيت محترق قلبه الناس. انا كذي على سفرتي ابو شاهين نبي اغاني حب، انت كله ضيم ضيم حزن، نبي حب. راح ارجع لك هسه للمطبخ اطور نفسي، راح اطلع راح اجهز. انا طريقه دليلك اقول لك يا ولد اليوم ما ينام، اليوم عنده بروفات للستة الصبح اليوم، منا لما ياذن يلا اوقف احكي لك صراحه. ان شاء الله. وذا حكي عمار باكر من 8 اغني لحد ما اصير ب 3 بالليل، من 8 اقول لك اي خلاص. اذا حكي عمار تقول انا مطرب الاموات يعني بس الميتين اختصاصي. يابا عمار انا انت مطرب الحياه ماخذ منه لحن كلمات الشاعر والملحن والمغني كلهم ميتين. خلي ببالك شغله، اول واحد يشجعك عمار، خلي ببالك هاي الشغله. لا عمار فنان مبدع، انا طور الريف راح اطبط طور الريف راح اطلع رعد. استرخص من ابو علي، تحياتنا الى ابو علي، ابدا غني اغاني الحلوات. والله كارثه. بس انا اقول لك بس قاسم السلطان ما غني. لا 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 ابو حمودي هذا احبه على راسي الله يحبه. ايه حرامات. هو لا يشتكي يشتكي يعني اذا واحد قال له لا يعني ما يحب واحد ياخذ اغاني. ما اعتقد والله ما اعتقد. ابو شهيد. اه حبيبي ابو نهار. دير بالك تقرب لكاظم الساهر. ها كاظم الساهر الا سوى اول ما راح يبلش بكاظم، خلي ببالك هسه تعال اللايف راح ابلش بكاظم تعال. ناصر والله ما اجي والله. ابو نهار ها رايد بالله وين عايفنا اليوم؟ وين؟ ها؟ وين عايفنا اليوم؟ وين انت؟ والله ما اسمعك ابو. يقول وينك اليوم؟ وينك ما وين عايفنا؟ قل له طالع الصبح ان شاء الله للكويت. راسل منا على الشباب اللي بالكويت كلهم ونقل لنا تحيات، نقل لهم تحيات. وين الصبح يا اخي؟ اي ثاني جيت والله مشتاق لك. الحمد لله على السلامه. منك من الكويت وتجي على حفلتك مال العراق مو؟ اي باذن الله ان شاء الله، هذه الخطه ان شاء الله. يعني كم يلا بانتظارك بانتظارك والله. ها؟ كم يوم وترجع لللايف؟ لا حد منا خليه باسم من بغداد، شنو يرجع لللايف؟ عندنا عيال عم بالكويت هناك وجماعه وشعراء. اي اذا لقيت الوقت مناسب بفتح من الكويت ان شاء الله. تعال لان راح تقوى الجلسات والامسيات راح تصير يعني باور نار مو طبيعي. كاريوكي ترى كاريوكي قل له يعني اليوم ورايح طربيات. ها بعد كله كاريوكات واغاني والدي جي يشتغل وطب. اي احكي لك صراحه انا عندي جمهور خطير يريد يتونس، يقول اليوم احنا يم شعراء وانت فنان ريفي ما سامعين منك شي، ليش مخربط وضعك؟ راح تساعدنا الرجل قال يابا ترى هاي كاريوكات موجود على اليوتيوب. رايد ابو نهار ما سويت خير بالذائقه العامه. بلشت ام الذوق ها؟ والله جرثومه وراح اوقع الفن. لقوا علاج الكورونا ماسكه وثلاث مرات تلقح بس علاج ابو شاهين ما راح تلقون. قلت اقول لك ببطانيه راح الزق لازم اصير مغني. من هويك البومات بعد ابو شاهين البوم 10 اغاني طبق. راح انا بعد مصممين اخوتي هم يصمم وينزل راح نسوي لنا قناه اغاني ابو شاهين على اليوتيوب. احنا دوله واحد نعم ما لنا شغله بالعالم. انا باكر اروح نقابه الفنانين اعتذر. حبيبي اسمعك ابو نهار شلون؟ في دعاء من اليوم ورايح لازم تقوله. اللي هو؟ اللهم اني استودعتك اذني. اللهم اني استودعتك اذني وانت نايم بالليل، شايف تهمك استودعتك. قصدك يموعها هاي موعها؟ لا هسه مو ذاك المحتوى الكذب القهر كله صيح كذاب ارد اغني عني بطلت. والله ما ادري والله محتوى حلو. يا ويلي 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 كله بعد يا سعدي يا سعدي راح اخلي الشباب كلها تحفظ اغاني سعدي القديمات واغاني ياس الجيل الجديد.
يا عمي الله يحفظكم. والله انا موجود.